وللحديث عن تكرار القصف الذي يستهدف الميليشيات الموالية لإيران في سوريا خلال الفترة الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله. 16 قتيلا من الميليشيات الموالية لإيران في قصف على مواقعهم شرقي سوريا، كيف تقرؤون الحادث مع تكراره خلال الشهور الأخيرة؟ لذلك نحن من هذا المنطلق وبسبب التكرار الممل للضربات الإسرائيلية الغير موجعة الحقيقة للميليشيات الإيرانية في سوريا ولحزب الله، تدلنا على أمر واحد، وهو أن التنسيق الإيراني الإسرائيلي مع حزب الله وفرنسا مؤخرا وروسيا تنسيق لإعادة صياغة المنطقة سياسيا طبعا وبضوء أخضر أمريكي. فإيران هي ضمن اللعبة الإسرائيلية، هي خادمة لإسرائيل، وربيبها حزب الله ما هو إلا ممثل في هذه المسرحية الكبيرة في المنطقة، هو حزب مجرم بامتياز، وهو والميليشيات الإيرانية تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. من يوم أتى الخميني إلى إيران في الحكم جاء بموافقة المخابرات الأمريكية بل بدعمها وتحييد السباك الإيراني، وهو كان وتحييد الجيش الإيراني خامس قوة كان في العالم، كلها خدمة للمصالح الأمريكية، لأن شاه إيران في ذلك الوقت لم يعد يخدم المصالح الأمريكية بالتمام. فأتوا بالخميني بهذه المرحلة وها هم أحفاد الخميني وتلاميذه يعيثون فسادا في المنطقة. القصف جاء بعد ساعات من استهداف مطار التيفور العسكري بقصف مماثل. لماذا يتكرر استهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية؟ يعني ما بما ترجع هذا التصعيد ضد الميليشيات الإيرانية؟ حقيقة هو لا تصعيد ولا شيء، هو تسويق لدور إيراني وتسويق للميليشيات الإيرانية ولحزب الله في المنطقة. لأننا يعني لاحظ أنا لأقول لماذا هذا تسويق، يعني حقيقة روسي إيراني فرنسي إسرائيلي. يعني نحن يوم حادث التفجير تبع الميناء ماكرون بعد ساعات يكون في بيروت، بنعرف نحن بنعرف أي رئيس دولة بده يزير المنطقة في إلى ترتيبات أمنية ربما تأخذ أسبوعين أو ثلاث، كيف يزور هذه المنطقة؟ هناك مسرحية كبيرة في المنطقة، فرنسا جاءت إلى لبنان بتوافق إيراني وليس مع حزب الله. طيب أنت تقول تسويق لإيران، كيف ستستفيد من هذا التسويق؟ هنا النقطة، تسويق المصالح الغربية في المنطقة، تفتيت هذه المنطقة على أسس قومية على أسس طائفية، هذا كل هذا التفتيت هو في خدمة إسرائيل، تبقى إسرائيل دائما هي الأقوى، ولكي يتملق كل هذه الكانتونات التي تخطط إيران وفرنسا والولايات المتحدة إلى تقسيم المنطقة كلها في خدمة إسرائيل إلى مدى طويل، لأنها ستبقى هي الأقوى في المنطقة. طيب، ولأجل هذا جاء نظام الخميني، ولأجل هذا جاء حزب الله إلى سوريا، ولأجل هذا جاءت إيران إلى سوريا، كلهم في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. ما هي الرسائل المرسلة من هذه الضربات للميليشيات مع استمرار تواجدها على أراضي سوريا وفي مناطق استراتيجية تهم بعض القوى الفاعلة في الملف السوري؟ يعني دائما المسرحيات حقيقة تحتاج إلى قليل أو كثير من الدماء، ما في مشكلة عند هذه الدول. المسألة الأخرى ربما يعني ربما أقول أن هذه كلها لأجل إيجاد مبررات ربما لانسحابات حزب الله من سوريا لأجل حقيقة تحويله إلى حزب سياسي، ولكي لا تكون هناك قوى في المنطقة، ولجلب حالة جديدة، حالة سياسية جديدة من تقسيم مناطق النفوذ أو التقسيم حتى الحدود ربما. فنجد أن حزب الله اليوم إذا صدقت الروايات، يعني أحد النواب اللبنانيين فارس السعيد يقول تم انسحاب 2500 وهذا أول ثمن للتسوية، هذا يعني نائب لبناني يقول هو أول ثمن للتسوية، مع أن هناك أحد المنشقين من حزب الله ينفي يقول أن هذا الحزب الذي يعيث فسادا في سوريا ولبنان واليمن وغيرها لا يمكن أن ينسحب الآن. لكن أنا بقول إذا انسحب حزب الله معنى ذلك أن هناك اتفاقية مع إيران، لأن حزب الله لا يملك أن يقول
أنا سأنسحب، وإنما يجب أن يكون هذا قرار إيراني، وبالتالي توافق مع فرنسا. هناك ترتيبات في المنطقة، في هناك خربطة في الملفات. يعني اليوم قبل ساعات المدمرة الفرنسية شارل دي غول اتجهت إلى شرق المتوسط، هناك ربما مؤامرة كبرى. أيضا أقول أنا على 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 قوة تركيا في المنطقة ستنفذها إيران وفرنسا وإسرائيل وغيرها. اليوم تحديدا أمريكا بتقول رفعنا الحظر عن الأسلحة إلى قبرص. ما معنى ذلك؟ حقيقة في هناك خربطة تحتاج إلى أسابيع قليلة قادمة حتى تتوضح الصورة. هناك خربطة في منطقة الشرق الأوسط. طيب أنت قلت إذا ما صدقت الأنباء في انسحاب ميليشيا حزب الله أو انسحاب 2500 من الميليشيا من سوريا، يعني انسحاب حزب الله إذا ما صدق هذا الأمر والضربات العسكرية التي تحصل من جانب آخر، هل ترون أنها تؤثر على القدرات العسكرية لإيران والميليشيات الإيرانية في سوريا أم لا؟ لا شك إذا حصل الانسحاب نعم هناك إضعاف سواء للنظام السوري أو إضعاف لحزب الله ذاته. يعني ما بدل ما هو يتمدد إقليميا في المنطقة يحصروه في لبنان، وإذا حصروه في لبنان والحقيقة وباتفاق فرنسي إيراني طبعا هذا بده يكون، معنى ذلك أن حزب الله ستخدمه فرنسا لكي يغدو قوة سياسية ويتحول من حالة عسكرية إلى حالة سياسية قوية بدعم فرنسي إيراني، وهكذا يكون الفرنسيون قد خلصوا حزب الله من تهمة الإرهاب الوهمية التي يعني على الصعيد العملي ما أحد مسه بسوء. ولاحظنا كيف أنه المحاكم الدولية حتى شبه برأت حزب الله والنظام من مقتل الشهيد الحريري. هناك صفقات في المنطقة، المحكمة الدولية، زيارة ماكرون لفرنسا. ماكرون لفرنسا يعني بالمناسبة صرح مباشرة عند الأجا على لبنان، قال أننا يعني لبنان يجب أن يتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية، وانتهى عهد الطائف ونحن مع طائف جديد. مباشرة ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني يقول أننا متفقون على الحق على الحل عفوا وفق الرؤية الفرنسية بنسبة 90%. إذا كيف يعني يكون هذا التصريح مباشر؟ معنى ذلك أن هناك اتفاقات مسبقة لزيارة ماكرون اللي هي بدون ترتيبات؟ لا، كان معناها إلها ترتيبات مسبقة. ما ممكن رئيس فرنسا يجي على لبنان ويصرح بعد الانفجار بساعات. يعني حقيقة هناك توافق فرنسي إيراني بضوء أخضر أمريكي على إعادة الترتيبات السياسية في لبنان والمنطقة. نعم، عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.